بفقرة هلأ وقتها مع الممثلة جيهان خماس. جيهان صباح الخير. صباح الخير زينة، يعني ما بعرف إذا بدي أعيط لك جيهان أو رامونا بنت أبو رامونا. أنا رامونا بنت أبو رامونا. يعني أول شيء بدي أقول لك إنه اشتقت لك كثير، ما عم فينا اليوم نشوف بعضنا، يعني اليوم عبر زوم هيك حاسة إنه عم برجع نشوف الأصحاب والوجوه اللي بنحب نشوفها. كيفك جيهان؟ بوزيتيف نيجاتيف، كيف الأحوال؟ حسب، كل يوم شيء. يعني بالأول كنت بوزيتيف، بس هلأ من بعد ما طولت القصة الحمد لله، فبتصير المود عم يلعب. يعني نهار منكون بوزيتيف نهار نيجاتيف، بس أنه كتر خير الله صامدون. للأسف مثل ما عم تقولي جيهان أنه اليوم عن جد بطلنا هيك، كنا قبل يمكن عايشين بنعمة ما منعرفها، اليوم صرنا منوعة، نهار مرتاحين نهار مش مرتاحين، يعني شو بدنا نعمل؟ بطل المود ثابت. صحيح صحيح. جيهان، يعني أنا أول شيء ما بعرف كيف بدي أعرف عنك، يعني اسم الله عليك، عارضة أزياء وجميلة وصوت جميل وكفاءة بالتمثيل كمان عالية، خبريني شوي وقت تتعدد كل هيدي المواهب بشخص، هل هيدا الشيء إيجابي لإليك؟ يعني بتحسي إنه كلهم مع بعضهم بس ينجمعوا بيعطوك هيك طاقة أكبر وثقة أكبر بالنفس؟ يا سوري، بس في حدا حابب يلعب بالبيت. يعني هيدي دايما بنشوفها عبر زوم جيهان، ما تعطى لهم. بفتكر بيان. اوكي زينة، شو كنت عم بتقولي؟ كنت عم اقول لك جيهان انه اليوم بس يكون في هيك عدة مواهب مجموعين بشخص معين مثلك، انت عارضة ازياء وفنانة وممثلة، هل هيدا الشيء بيعطيك هيك ثقة بالنفس اكبر لتقومي بالادوار او تكوني موجودة باماكن معينة؟ هو بيساعد زينة انه يكون عندك، تكون متعددة مواهب، بس انه بالنهاية هيدا الشيء انا بحبه، يعني مش عم بعمله كرمال اذا بدي، يعني كان انا رقص او غنى، او قبل كان عرض ازياء هلا بطل، التمثيل هلا اليوم مركزة على التمثيل، ولانه بحب مش لانه بحب الشهرة، بس انا بحب التمثيل وبحب كل شيء خاصه بالكاميرا، حتى قدمت برامج، فكل شيء بخانة الفن بحسسني انه اذا بدك اكثر من ساعة بحسسني اني فري. اوكي، وجيهان اذا بدنا نحكي شوي عن التمثيل اللي انت هلا اكثر شيء يمكن مثل ما قلتي انه هيك مفوكسة عليه وعم تشتغلي على هيدا الموضوع، هل بتحسي انه هو صار حتى التمثيل بالصدفة، او كنت انت حلم لحقتيه واخذتي دروس معينة وجربت تنمي هيدا الشيء بالمعرفة اكثر لوصلتي لتاخدي ادوار مهمة اليوم بالمسلسلات اللبنانية؟ زين، انا يمكن البدايه كانت بستار اكاديمي، وكان عمري 17 سنه بوقتها، وستار اكاديمي ما كان هو عباره عن غنى بس، كان فيه صفوف تمثيل، كان فيه من كل شيء، فاذا بدك بدايتي كانت هونيك بستار اكاديمي. هونيك اكتشفت انه انت بتحب التمثيل؟ لا، من انا وصغير بحب التقليد، بس okay. ما كنت أعرف يعني أنه التقليد بأي خانة بحط بينحط، لأنه كنت كتير صغيرة، يعني بحكي بعمر 5 سنين و6 سنين. فإذا بدك من بعد ستار أكاديمي حسيت حالي أنه من بعد ما صار عندي عائلة كمان أنه قريبة للتمثيل أكثر، على القليلة بضل شوي في عندك وقت، بضل في عندك أعمال توافق عليها، أعمال ترفضيها. أما إذا بدك تفوت بالغنى يعني ما فيك ترفضي، يعني اليوم يكون عندك حفلات وملتزمة مع ناس، لا فيك تأجلي ولا فيك ترفضي، صار عندك حسيت يمكن أسهل بما أنك أم وصار عندك عائلة، أنه التمثيل بتقدري أكتر تتحكمي يمكن بأوقاتك بفترة معينة بالسنة، بتمثلي وبترجعي على البيت، الفن بيتطلب يمكن سفر أكبر وهيك. جيهان هلأ أنت ذكرتي لي أنه بتعرفي تقلدي، ما رح أقطع لك إياها قبل ما تقلدي لنا حدا. يلا نقي شخصية وقلدي لنا إياها. مين بدي أقلدك؟ مين بدي أقلدك؟ هيك حدا بتحسي حالك أنه أنت بتكوني مرتاحة كتير وبتصيبيه أكتر شيء. رح قلتلك هيفا، بحبها كثير، وما انا عيد ميلادها كمان انا وياها بنفس البيت. ايه ويوم كمان مزبوط، امبارح كان عيد ميلادك عقبال المية يا جيهان، هيك تضلك ناجحة لإلك وكمان للفنانة هيفا وهبي، هيك بمزيد
من التألق والجمال. اثنيناتكم اسم الله عليكم. ثانك يو ثانك يو زينة. يلا قلدي لنا هيفا. عجنة ما بتزبط بلا ما تكون عجنة. ما في ميكرو هون ما في. هيا يلا ريموت كنترول سبراي. ما في غير كبيت النسكافيه. يلا كبيت النسكافيه. هلا بما انه كل الاغاني عم بتصير اونلاين وعلى زوم فيك تستعمليهم كانه هو الميكرو. عايزنا اقول لك اني دايما زمان في هواك باين عليا شوقي ليك وانت مشتري. طب مش هقول لك اني دايما يا حبيبي معاك. اقرب شويه من عينيا تحس بنعي. يا الله تحيه للفنانه هيفا وهبه. ولا تنكب النسكافيه علي 100%. جيهان اذا بدي احكي انا وياك شوي عن السيريز اللي عم نشوفه هلا على تلفزيون جديد يا دلي يا انا، يلي يمكن هو شيء من الحياه اليوميه يلي عم نعيشها. قد ايه بيشبه جيهان؟ يعني انا بس احضره بحس انه هيدي جيهان مش عم بتمثل، يعني الهضامه والعفويه مع الفنان انور نور حلوه وقريبه من الناس. كيف الاصداء على هيدا الشيء؟ يلي بيعرفني شخصيا وانت بتعرفيني شخصيا بيعرف انه رامونا بنت اب، ورامونا منا كثير بعيده عن جيهان، بنت سعيد. صحيح. فما كان شيء صعب علي على فكره، بس انه وخاصه انه كان في قدامي يعني الممثل الصديق انور نور ونحن اوريدي صحبه، فكان اذا بدي كنا عم نلعب مثل البينج بون، يعني حتى كثير طالعين من النص، اذا بدك ثلاث ارباع المشاهد والاشياء اللي شايفينها هي كانت تقريبا ارتجاليه، وهذا الشيء ساعدنا كثير بانه يوصل للناس هيدي الطبيعيه اللي فيه، لانه لو كنا عم نمثل او حدا يمكن مش معودين على بعض كانت طلعت شوي فيها تمثيل زياده، بس نحن كنا كثير طبيعيين والمسلسل اصدقه بتجنن بعده لهلا. الناس يعني على الطريق كل ما التقي بحدا بيقول لي انا رامونا بنت ابو رامونا، لدرجه بدي خبرك كنت عم صور لاست ويك، ففي مره عم بتمشي كلبه على الطريق هيك عم تمشي وبين معصبه عم طلعت هي قالت لي رامونا؟ ايه رامونا؟ قالت لي والله العظيم اذا بعد بيحجروني انا وجوزي جايبت له الدرك مثل ما عملت بفريد. يعني هون بيجي عن جد يمكن هيدا المسلسل عم يزرع هيك نوع من فرحه بقلوب الناس، لانه كل الاخبار حوالينا سيئه وهيك، وعم تقدروا توصلوا هيدي الرساله بطريقه كثير مهضومه انت والفنان انور نور. يعني انا بدي اتشكرك كثير جيهان على هيدي المداخله اليوم معي، وبتمنى لك دائما ضلك ناجحه ومتالقه وعقبال المية يا رب. مره ثانيه بدي اقول لك وان شاء الله بنشوفك باعمال دائما احلى واقوى وباستمراريه دائمه يا رب.